بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرسي 59، درسنا 59، عم ناخد الأكسيليير، خلصنا والأكور توافق مع إلنا في أكسيليير أفوار، أكسيليير إتر، إلال اللي بياخدوا إتر، والأكترية هنا أفوار. أما التوافق فبيكون مع فيرب إتر لما بيكون الأكسيليير إتر بتوافق مع الفاعل فقط، ولما بيكون الأكسيليير أفوار بتوافق مع المفعول به المباشر إذا بيجي قبل الفعل اللي بالماضي. وصلنا على أكسيليير إتر. avec l'auxiliaire être مع الفعل المساعد être، on accorde en général، بنوافق بشكل عام le participe الاسم المفعول avec le sujet du verbe، مع الفاعل، مع فاعل الفعل. elles sont arrivées، هذا être، و elle جمع مؤنث، arrivé فعل بيتصرف مع être لانه وصل من افعال la maison du verbe être، ولأنه ال جمع مؤنث حطينا او علامة التأنيث، اس علامة الجمع. هن وصلنا اويتور الساعة 8. ال سون ريبارتي، وراحوا تري فيت، سريعا جدا. هلا بنقول ريبارتي ما عدا معنا، اذا شلنا الرو بتضل بارتي اللي هو تير، يعني كل شيء اضافات على الفعل سابق اللي هو بخيفكس يسبق الفعل بيكون تصريفه نفس الفعل، طبعا ما عدا حالات شاذة مرت معنا. Ils ont été bien accueillis، هن استقبلوا، رحب بهم جيدا. il جمع مذكر، s هلا هون وين verb être، هذا verb être بالباسي كومبوزي بياخد avoir فعل مساعد له، j'ai été، tu as été، il a été. Le cas des verbes pronominaux، حالة الأفعال الضميرية، est assez difficile، بتكون شوي صعبة، لا صعبة ولا شيء. إذا كان في وراء الفعل الضميري مفعول به مباشر، معناته الضمير اللي قبل الفعل متوسو نوفوسو، هذا بيكون complement d'objet indirect. وإذا كان الفعل ضميري متبادل، يعني مثلا ضاربنا بياخد توافق، بس تخابرنا تليفوني أكل كان برجع الفعل لأصله بشوف هل بياخد حرف جر. إذا الفعل بياخد حرف جر معناتها الموتوسو هي مي كومبلومون دوبجي ديريكت، وإذا كان بياخد فهو ما في بعده كومبلومون دوبجي ديريكت بيكون في توافق. هاي هي القصة. تو لي فيرب، كل الأفعال برونومينو الضميرية سو كونجوغ، تتصرف افيك لوكسيليير إتر، مع الفعل المساعد être، كله الضميري مع être. donc en principe، إذا مبدئيا on accordera، رح نوافق le participe avec le sujet، اسم المفعول مع الفاعل. c'est le cas des verbes، هي حالة الأفعال essentiellement pronominaux، اللي هي بشكل أساسي ضميري، ما بتجي إلا ضميرية. لذلك فورا على العمياني من حب نعمل توافق، بس إذا ما يحصل ضميرية لازم أفكر في الموضوع وأشوف مثل ما حكينا. السيت إيفانوي، داخت، يعني أكيد ما بتجي غير ضميرية، ما معقول يكون مثل ما بنقول بالعربي دوخه، لا هي داخت يعني أغمى عليها، ما في حدا بيغمي على الآخر، بيغمى عليه يعني بحبه، إيه بنغمى عليه، بس هون السيت إيفانوي هي حصرا إسانسيلمون برونومينال. لذلك حطينا الاو علامة التأنيث لأنه ال فيمينا سنجلي. ال سيت ابسانتي، غابت، 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 خلاص هي اللي غابت أكيد، فإذا او اسانسيلمون برونومينال، والاو هي علامة التأنيث للال. او دي برونومينو اسانس باسيف، أو أفعال الضمير بتكون بمعنى مبني للمجهول. لي جوب افلور، التنورات المزهرة، سو سون بوكو بوختي، بيلتبسوا كتير سيت إتي، التبسوا كتير في هذا الصيف. سو سون بوختي، التبسوا، يعني خلص معنى باسيف، معنى مبني للمجهول. لي جوب فيمينا بلوريال، حطينا لا بوختي، أو علامة التأنيث، إس علامة الجمع. إل إكزيست دو غراند إكسيبسيون، في عندي دايما حالتين خاصة، دايما في حالات خاصة بالفرنسي.
عنا حالتين خاصات استثناءات استغلالية الجنرال لهالقاعدة العامة. نشوف الغابيل هون تذكير لسكو اون لما بكون الفاعل اون على السنس دو نو لما بعرف بكون متأكدة انه الاون نحن قلنا الاون هي نحن او بشكل عام عم نحكي بجوز عن الناس العدة تاخذ عدة معاني بس لما بنكون متأكدين انه الاون هي نو اون في لاكور او بلوريل نعمل توافق في الجمع لورا بين اي موا لورا بين وانا في اكثر من الجمع اوني بارتي رحنا انا وبين و لورا رحنا اذا بدي احط اس علامه الجمع واعتبرها كانها ال افيك اس اوني بارتي كومبي ذهبنا لنخيم ان سمان اسبوعا اذا مثل ما حكينا بتوافق اذا كان الفعل ضميري واذا بتصرف مع ايت بتوافق مع الفعل اذا كان ضميري حصرا وكمان اللي بتكون اسانس باسيف معنى مبني المجهول ونشوف شو هي الحالات الشاذه كمان تنتين لو بارتيسيپ باسي ري باسي Le participe passé, اسم المفعول, reste invariable, يبقى اسم المفعول غير متغير, si le verbe pronominal, إذا الفعل الضميري, est suivi تبعه, un complément d'objet direct, مثل ما قلت لكم, بعده لقيت في مفعول به مباشر. Comparé, خلينا نقارن بين الجملتين. Elle s'est lavée en 10 minutes. تحممت بعشر دقائق. مين حممت؟ Elle a lavé كي المهم هي مين غسلت؟ إلسي لافي هي غسلت حالها إلا لافي المهم غسلت حالها إذن في توافق افيك لو سوجي أكور إلسي لافي لي شوفو غسلت شعرها طيب شو هي السو؟ إلا لافي لي شوفو أل شعر مين؟ شعرها هي أكيد ما غسلت شعر غيرها إلا لافي لي شوفو أل أل هاي السو صارت كومبليمون دوبجي انديريكت ما عادت مثل اللي فوق ومع انه نفس الفعل بس لانه اجى مفعول به مباشر بعد الفعل ما عملنا اكور إلا لافي سي شوفو اون اوبتيان دونك اذا بنشوف انه لوجيكمون منطقيا سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت اذا المفعول به المباشر اي بلاسي افون لو فيرب محطوط قبل الفعل كمان بنوافق سي شوفو شعرة إل سو لي زي لافي ييغ سوا شعرة إيه غسلته لي عايدة على شوفو جمع مذكر لذلك حطينا إس مبينة يعني الكومبليمون دوبجي ديريكت هي هاد لي شوفو إذا حطينا قبل وحطينا فاصلة فصار حكمه بحكم الفاعل نفس الشيء إذا صار كأني مفعول به مباشر قبل الفعل أو كفاعل يعني هي غسلته سي شوفو جمع مذكر حطينا لا إس يعني اللي زال في غسلت هو لشعره إيغ سواغ مبارح المساء هاي هو الملاحظة نشوف كمان مثال أو إل سو سون سيغي بوغ لوي فيغ دو لا بلاس يعني ندخل من لقي ما في محل نقول له رصوا على بعضكم لزوا على بعضكم لحتى نقعد جنبكم إذا elles se sont serrées يعني لزوا على بعضهم تسروا على بعضهم لحتى يعطوا محل يقعد جنبهم يعني elles ont serré elles-mêmes elles ont serré qui elles سروا انفسهم لزوا على حالهم elles féminin pluriel serré féminin e s pluriel elles se sont serré la main اما لما بقول شد على يدي la main elles se sont serré quoi la main complément d'objet direct ma fait accord ou ce هاي شو elles se sont serré la main à elle شدوا ايدين بعضهم مش عار بعضهم شدوا ايدين بعضهم يعني chacun كل واحد a serré la main de l'autre شد على يد الاخر الحالة الثانية إذا هي أول حالة إذا كان مفعول به في بعد ما بنعمل توافق الثاني
Le participe اسم المفعول reste invariable بيضل ما بيتغير si le verbe إذا كان الفعل quand il est à la forme non pronominale إذا ما كان بضميري se construit متركب avec la proposition a comme dans l'exemple مثل ما قلت لكم لما بيكون الفعل بياخذ حرف جر إذا ما راح يكون الفعل ضميري وهالس ما راح تكون مفعول به مباشر راح تكون indirect. Téléphoner à quelqu'un. اتصل بأحد. يعني ils se sont téléphonés بدون يعني accent بدون s. Plaire à quelqu'un. أعجب أحد. Ils se sont plu. أنا عجبته هو عجبني بس. في عندي حرف الجر A إذا ما في توافق. Parler à quelqu'un. حكيت معه وحكى معي. Ils se sont parlé. يعني j'ai parlé à lui et lui il a parlé à moi. إذا ما في أكور سوغير à quelqu'un ابتسمت له وابتسم لي حاجة تطاول أكثر من هيك غير الابتسام ما في إذا ما في أكور ressembler à quelqu'un يشبهه يعني il ressemble à quelqu'un إذا ما في أكور mentir à quelqu'un كذب عليه كمان ما في أكور ils se sont regardés شافوا بعض يعني أنا شفته هو شافني إذا أو هو شافه شافها وهي شافته فبنقول ils se sont regardés وبحط إس ليش لأنه regarder quelqu'un بس mais ils se sont téléphonés ما حطينا توافق ليش لأنه il a téléphoné à elle و elle a téléphoné à lui إذا indirect ما في توافق ils se sont admirés فتنوا ببعض admirer quelqu'un إذن عملنا توافق mais ils se sont souris ما في توافق لأنه سورير à quelqu'un ابتسم لشخص ils se sont amusés تسلوا مع بعض يعني amuser quelqu'un لكن ils se sont plu نالوا أعجاب بعض plaire à quelqu'un هون اللي بياخدوا حرف جر ils se sont aimés حبوا بعضهم يعني aimer quelqu'un مفعول به مباشر mais ils se sont parlé حكوا مع بعضهم parlé à quelqu'un ils se sont écrire à quelqu'un ما في توافق ils se sont promenés تنزهوا promener quelqu'un علامة التأنيث ليس علامة الجمع لأنه elle لكن ils se sont mentir à quelqu'un كذب على أحد إذا indirect حفظونا دول الأفعال اللي بتاخد indirect تليفوني أ سورير أ بلير أ بارلي أ إكرير أ منتير أ dans l'expression se rendre compte يعني استوعب se rendre compte de quelque chose يعني استوعب أمرا le participe passé est toujours invariable لأنه عم تتاخد كلها مع بعضها يعني compte est le complément d'objet direct du verbe. فهي المفعول به المباشر. Ils se sont rendus compte de leur erreur. يعني استوعبوا خطأ. فهي كلها مع بعضها ما في توافق لأنه compte est le complément d'objet direct وجاي après le verbe. Pour aller plus loin, يعني زادتنا نشوف كمان ملاحظات. Les pronominaux du type أفعال الضمير اللي بتكون على النمط هذول بصم se faire عاملة se laisser ترك se voir رأى و s'entendre تفهم مع مصدر هذول 3 cas sont possibles في عنا 3 حالات ممكنة منشوفه elle s'est fait punir هذه بمعنى passif مبني المجهول يعني elle a été punie عوقبت elle s'est fait punir يعني عوقبت فما أخذ الفعل أكور elle s'est fait faire une robe يعني جعلتهم يصنعون لها ثوبا يعني elle a fait faire une robe pour elle par quelqu'un خلت حدا يعمل لها ثوب كمان ما في أكور ils se sont fait rire l'un de l'autre هذا معنى متبادل كل واحد عم يضحك الآخر
ils se sont fait rire. ضحكتو ضحكني. Sens réciproque, معنى متبادل. Chacun a fait rire l'autre. كل واحد ضحك التاني. شفنا ما في توافق أبدا. On observera, راح نلاحظ, que dans les trois cas, إنه بالحالات الثلاثة, le participe passé fait, الاسم المفعول في, est invariable. ما بيتغير. C'est toujours le cas, دايما هيك الحالة, avec le verbe faire. مع فعل faire, طبعا لما بيجي معه فعل تاني. La règle est un peu plus difficile, والقاعدة بتكون شوي أصعب, avec les autres verbes, مع الأفعال الأخرى. Il faut réfléchir, لازم نفكر, au rôle joué, الدور, بالدور اللي عم يلعبه, le pronom personnel, الضمير الشخصي. نفهم منيح الجملة. Elle s'est laissée tomber par terre, يعني وقعت على الأرض. Elle a laissé elle-même, دايما حاولوها لأفوار, وحطوا الضمير وشوفوا إذا ثبتت الجملة, يعني اللي هي complement d'objet direct, اللي هي مو الأسوء يعني. Elle s'est laissée tomber, يعني وقعت أرضا. لذلك عملنا توافق بين ال و laissé. Elle s'est laissée convaincre, لأن convaincre à quelqu'un d'acheter. Convaincre d'acheter une nouvelle voiture. يعني هي تركت حالة, مو تركت حالة, يعني هي اقتنعت, حدا أقنعها بشراء سيارة جديدة. Elle s'est laissée convaincre, يعني أحد أقنعها بشراء سيارة جديدة. هون ما في توافق. صعبين. Dans la première phrase, بالجملة الأولى, elle a laissé elle-même tomber. هي اللي تركت حالها توقع. وقعت. بينما dans la seconde, التانية, elle a laissé quelqu'un, خلت حدا يقنعها. Par exemple, مثلا, un garagiste أو un concessionnaire. يعني مثلا حدا أو حدا من أصدقاء أو سيزامي, حدا من رفقاته, لا convaincre, حاول إنه هو تركته, إنه elle a laissé لا convaincre, يعني تركته إنه هو يقنعها, لا convaincre, يقنعها. لذلك ما عاد في السهي ضمير المفعول به المباشر, لأن convaincre à quelqu'un. Elle a été convaincue, يعني اقتنعت, اقتنعت من قبل أحد, par quelqu'un. Elle a été convaincue par quelqu'un. اقتنعت, هدول هيك شغلات تجيب الفحص. بس هدول عم نرجع إلى الشابيت السابع لسه, بس نوصله بنرجع نعيد القاعدة, لأنه تبع التوافق لسه رح تجي بعدين. إذا بنتبه منيح للجملتين, لما بتكون هي اللي وقعت, فسو هي كومبليمون دوبجي ديريكت, والال فاعل, ما في شيء هون يدل, لأن مين اللي وقع؟ هي. فإذا اللي سي أخذت أعلى في التأنيث. بس لما قلنا السي اللي سي كونفانك, يعني كلكان لا كونفانكي, أحد أقنعها داشتي بشراء سيارة جديدة, يعني مو هي اللي اقتنعت, في حدا أجا أقنعها, هو اللي كان بدور الفاعل. يعني إلا أتي كونفانكي, أقنعت من قبل شخص ما, لذلك ما عملنا له توافق. وصلنا على بحث جديد اللي هو فورم باسيف, المبني للمجهول, وخلصنا درسنا 59, وخلص بحث الأوكسيليير. وكان نسمعكم مدام, هبتلكم au revoir, à la prochaine fois, bye bye.